مرحبا، اسمي كريستيان سليمان وعندي عمل فني قطعة أرض بمعرض عودة شمس ببيروت أرت سنتر. العمل بيركز على نبتة الطيون أو عشبة الجرح، وهي من أول النباتات يلي بتبلش تطلع بالمطارح يلي صار في استنزاف للتراب من وراء الحفريات أو التكسير. العمل مكون من رسمات لثلاث مناطق صار فيها تعدي على الأرض مع أوراق معمولين للطيون يلي أخذوا شكل كل موقع. من كل منطقة فحسب نوعية التراب تشوف المعايد الموجودة والشروط يلي بتربى فيها عشبة الطيون. أول مرحلة هو بجمع طيون، من بعدها بنشفه لفترة وبرجع باخد الأوراق المنشفين وبغليهم بمي. من بعد ما ينغلوا بهرم الخليط وبرجع بنقعه بمي نظيفة، برجع بفصل الخليط والمي بشبك كأنه مصفاية، بترك الخليط عقماشة تينشف.